لا تقلي إنه هدول كمان مالون حلوين، كتير بيشبه اللبس اللي بتلبسه. ليش بالعادة أنا بلبس نفس الأواعي؟ بكفي مراد، بس لأنك بدك تروح تحكي مع أبي لازم تلبس أواعي جداد. شوف هدول، هذا القميص كتير حلو ما هيك؟ بس هذا نسواني. أبوكي شافه للخاتم؟ لو شافه ما كنت بقدر إجي، حتى أنت ما بتقدر تكون هون. يمكن أنا ما كان لازم ألبسه، يعني على القليلة ما لازم يشوفه قبل ما تحكوا مع بعض. لك شو عم تعمل؟ تعال هون ولا تعال هون. مراد ما بدك تقيسه؟ يلا شاي. والله كتير لعبق لك، بس ما تكون أخذته لأني قلت لك أنا. معقول؟ طالما عجبك أكيد حلو. بعدين لا تنسي أنك رح تتجوزيني، يعني أكيد دايرة بالك. والله هالشي اللي سرقه ما نو محرز كتير، بس لازم يتعاقب، يعني مشان المستقبل. سيد أنور بس توصف لي شكل الولد. ليك وهنيك يا ولد، لك عم قل لك لا تهرب، تعا لك تعال لك تعا. انت وياه شو عم تعملوا هون؟ شو قصة سماح جديدة؟ لا تخافي، الموضوع هالمرة سهل. بالأول رح أحكي مع أبوكي، خلينا نمشي. طيب يلا. شوف عمو مراد طالع مثل الممثلين. عمو مراد ايه، بس يا رأفت ما رح تلاقي ولا ممثل احلى من ابني. يا الله حاجة تبالغي امي، يعني بالاصل انا. انت شو يه متلبك حبيبي رأفت؟ عمك مراد بده يروح لعند الضابط عاصم. والله انا رحت لعند ضباط كتير، بس الروحة لعند هذا الضابط عن جد غير شكل. شو هاد؟ لا تخافي امي، هالمرة الموضوع سهل، رح حله بعد ما اشوف الضابط عاصم. انت أدرى، بس ما دامك تذكرت يا ريت تحل الموضوع بالاول، لاني خايفه يتخربط شغلك. لا امي ما فيني، انا هلا صرت وعد انه ما فيني ما اروح. دايلي دير بالك تتوسخ اوعي. قول لحالك ابو لسان طويل. ليش لحتى يتخربط شغلي؟ إذا ما حليته اليوم فيني حله بكرة. يلا برافو عمو. إلي يلا عمو. لا ارفع شوي. هوب. لك 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 شو سويت؟ وأنا هلأ شو رح أقول لمعلمي؟ قل لي. بس ما يكون صار له شيء عمو مراد. استغفر الله العظيم. الله يخليك سامح. خلاص أخي مسامح. لا بقلك كتير. شكرا. ما تأخرت ما؟ لا حتى أنك إجيت بكير. يلا يا ولد لا تهرب، تعال هون. عم تهرب على الفاضي، تعال هون. لك تعال. مراد وين صفنت؟ عم تفكر بموضوع السماح ما هيك؟ رح روح بعد ما احكي مع ابوكي. مراد انت اذا بدك روح هلا، انا فهم بابا على الموضوع. لا ما بصير، بيكون ابوكي عم يستناني، لازم روح. شرفي مراد. مراد اللي صار لك شيء؟ لا ما في شيء، اسف. يمكن أخده على المخفر. نعم عم بحكي عنه. أيوة الفرن.
عندك شغل بالفرن؟ لك لا في سونا، ما رح تتركنا نمرق بهالسهولة، ليش اجينا من هذا الطريق؟ يلا مراد؟ شفتي مثل ما قلت لك. شو هالأناقة؟ لوين رايحين إن شاء الله؟ أنت شو دخلك؟ أنت مرقت وما سلمت، شو القصة؟ لوين رايحين لك أحكي؟ أنت ما قلك علاقة فيني، فوتي لجوا يلا. تعيشونا في 100 ليرة. امشي. اللي وين ال 100 ليرة؟ يعني وين بدها تكون؟ كنت بدي أقول إذا في 100 ليرة تدينيني. أوف. كيف طالع شكلي؟ مثل الولد اللي بده يقول شعر بالمدرسة لأول مرة. مبين إنك متلبك كتير. طيب قلي لي حلوين أواعي؟ شو عم بصير معي من الصبح؟ ما عم بفهم. والله ما بصير هيك. شو بدي أعمل هلأ؟ تعرفي لازم روح وحل الموضوع. مثل ما بدك، أنت أدرى. أخيراً وصلتوا. لك شو صاير معك يا ابني؟ الواضح إنه حدا عامل لك دوش وأنت جاي له. هلا اتركونا من المزح، أنا عندي شغلة ضرورية، بكرة الصبح بنحكي. إيه شو رح نساوي هلا؟ خلص الصبح بنحكي. كل اللي أخذته شوية موالح، لازم روح لعنده واطلب منه السماح وخلص. أنا لازم أدفع ديوني. أنا وعدت. بتعرفي إذا ما دفعت. أنت أدرى بهالشغلة. إذا ما في احتمال تاني. بابا؟ بابا شو هاد؟ بنتي لازمني شوية مصاري. صدقني ما استغربت أبداً. أكيد وزعت المصاري مثل العادة. ياسمين لا تتدخلي أمي. بابا ما ضل عنا شيء، وهلأ بدك تبيع البيت. وين بدنا نروح بحالنا؟ كيف بدنا نعيش؟ يعني معقول بدنا نصير نصرف من راتبي وندفع أجار البيت كمان؟ بابا حاجة بقى تصرف مصاريك مثل أولاد الصغار. ماشي بنتي، أنا علي ديوني كتير، بس شغلة تحسن ورح صير طلع مصاري كتير منه. رح تطلع مصاري كتير؟ لو هيك ما كنت خسرت كل شي كان معك بهالكام سنة. بترجاك لا تبيع البيت. هي جوزي مات، يعني حفيدك ضل بدون أب، وما عنا مكان نروح عليه. على القليلة اترك البيت. تعال حبيبي يلا. أخي أنا صاحبه لهذا المحل، بس على الأغلب عم تحكي عن صاحبه القديم نصرت. أنا اشتريت المحل من 6 سنين، بس نصرت ضل قبلي هون شي 20 سنة. انت متأكد؟ ايه طبعا متأكد. لهلأ ما غيرت الأرمة. مو بس هالمحل، كان في إله شي 8 محلات بالسوق.
بس هو وقتها باعهم كلهم. طيب بتعرف وين ممكن لاقي لنصرت؟ بس لحظة نجيب تعال شوي. خير أخي؟ بس شوية دهان وبيطلع البيت كتير حلو، بس أنا بحاجة كتير لهالمصاري، لهيك بدي بيع بأسرع وقت. لا تأكل هم، مثل ما بدك بيصير. أنت قديش طالع فيه؟ بابا أنت شو عم تعمل؟ ليش ما عم تفهم إنه ما عنا غير هالبيت؟ لا تؤاخذنا يا أخي، البيت مانو للبيع. تفضل من هون، تفضل. بنتي عم قلك علي ديون. خلصنا بابا، انت وزعت كل الشغلات اللي كانت عنا، يعني لهون وبس. اذا ما بتقدر تتحكم بجيبتك لا تطلع من البيت، وهيك بتضل جيبتك معباية. شو رح تعمل؟ أنا رأيي إنه بلاها اليوم. أصلاً ما عم روح غير يوم بالأسبوع، يعني مو على طول، بس بوعدك هي آخر روحة. وعد. مساء الخير يا جماعة. تفضل. أنا اسمي مراد، مراد يالنز. بعرف إنه الوقت صار متأخر، بس إذا في مجال بدي أحكي معك بموضوع ضروري. أنت وياه يا ولد، لا تهرب، رجع لهون. عم تهرب على الفاضي، تعال هون، تعال. هالقصة صار لزمان كتير، يمكن هالشي مو مهم عندك، بس أنا بعتبره كتير مهم. أنا تبت من زمان، إجيت أطلب منك تسامحني. نحكي بعدين، أنا لازم روح. مشان شوية موالح. صدقني رح ادفع لك كل اللي علي. بعدين امتى انا تاخرت عليك بالدفع؟ معك حق، بس ما عاد يمشي الحال، انا كمان وضعي صعب. هي اخر مره، من بعد هالليله ما عاد تشوفني، بس خليني فوت اليوم وخلص. طيب. لك استحي على شيبتك العمى، شوفوا لوين جاي لي باخر الليل. أخ نصرت، شو كنت عم تعمل بهيك مكان؟ حرام عليك، غير إنك عم تأذي صحتك. طيب قلي شو فوتك؟ ممكن نقعد نحكي بشي مكان؟ بما أنك واحد مؤمن معناتها بتعرف أنه ما لازم تحكي على حدا بالعاطل،
بترجاك لا تجيب سيرة اني كنت هنيك. ايه طيب ماشي. بعد كل هالسنين الشيء اللي جابك لعندي انه سامحك على اللي عملته معي لانك تبت وبطلت تعمل مشاكل، مزبوط ابني؟ ايه اذا بتسامحني بحقك. روح وتعال بكرة الصبح ولما تيجي بنحكي. ليش الصبح؟ بس في واحد بدي يروح لعنده ضروري بكرة الصبح. تعال الصبح بكير. كيف يعني؟ أي ساعة إجي؟ لا تتأخر، اوعى بتتأخر. رديت رحت لهنيك؟ مزبوط بابا؟ على أساس عليك ديون؟ ماني عارفاني شو بدي قلك، ما بعرف. ليش معصبة من على بكرة الصبح؟ لتكوني ما لقيت المصاري تبعاتك. شو دخل هي بهي؟ ما شفت مراد لما راح كيف كان لابس؟ يا ترى وين بيكونوا راحوا؟ لك سونا بشو عم تفكري؟ والله ما بعرف. يعني ما تسكر موضوع مراد؟ ايه تسكر، بس رح يرجع ينفتح. بنتي الجواز مو لعبة لحتى تلعبي فيها، قصتكم خلصت. تركيه بحاله بقى، مستحيل تكون سعادتك على حساب غيرك. يعني إذا السيد مراد بده يكون مبسوط لازم هيك شي يصير على حسابي أنا؟ إيه؟ شو اللي صار معك لحتى راجع هيك؟ طلعت الصبح مستعجل وما فهمتني شي أبداً. طلعي على أوعي وتعرفي شو صاير له، أكيد عم عاصم بهدل وضربه كمان. بده ياني روح لعنده بكرة الصبح. قال لي نصرت إنه تعال الصبح بكير ولا تتأخر. لما قلت له مشان يسامحك شو جاوبك؟ هو ما جاوبني، بس صار شي كتير غريب. زلمة بعمره باين عليه إنه وضعه المادي مو منيح. والله أحسن شي إنه ما دخلنا أمي. عمو مراد إذا بدك شي مساعدة قلي وأنا بقلك شو تعمل. إيه أكيد رح قلك. صار لي زمان وأنا عم فكر بس ما لقيت أي حل تاني. هذا الحل الوحيد لأدفع ديوني، لازم بيع هالبيت. طيب كيف بدك تبيعه؟ أنا اتفقت مع واحد، إذا أنت رضياني بنزل الصبح بكير وبفرغ البيت باسمه. رح فوت شوف عمر شوي. جدو حبيبي شو لسه ما نمت لهلا؟ انا ما نمت لانه انت لسه ما حكيت الحكايه. شو الحكايه اللي بدك تسمعها؟ حكايه شجعان الثلاثه. بتحبها؟ طيب ماشي لك مثل ما بدك. اسمع ابني، صالح وداود وسنان كانوا ثلاث رجال ابطال. صحيح إنهم كانوا رجال بس مو مثل رجال العاديين، كانوا رجال كبار كتير، يعني ما كانوا صغار وضعاف مثلي ومثلك. مثلا صالح كان عنده 827 ولد وبنت، وكان بيعرف أسماءهم واحد واحد، وكان يطعميهم كلياتهم كمان. أما داود كان في عنده كتاب كتير كتير كبير، ولما يجي يفتحه كل اللي بيكونوا موجودين بيسكتوا وما حدا بيسترجي يحكي معه أبدا. أما سنان كان رجال كتير غريب، المصاري اللي عنده ما كانت تنقص أبدا، قد ما كان يصرف منهم لا بيخلصوا ولا حتى بينقص شي منهم. جدو هلأ صالح وداود وسنان تعرفهم ما هي؟ يعني أنت شايفهم؟ طبعا شايفهم وطول الوقت بحكي لهم عنك، وهن بيسألوني عنك كمان. قالوا لي انت ايمتى بدك تجيب حفيدك عمر لعنا؟ جدا مشان الله خدني معك لعندهم،
بترجع. هلا جدك ما رح ياخذك معه ابدا. بس هو هيك قال لي، جدك حياخذني حتى لو وصلتي. مزبوط جده؟ طيب يلا سطح لغطيك. يلا عمر. ليش عم تحكي للولد هيك قصص؟ بابا أنا ما عدت عرفتك بنوب، صاير مثل الولاد الصغار، والأكتر من هيك إنه تصرفاتك مو بس عم تضر لك لحالك، عم تضرنا معك. شوف حالتنا من 5 سنين وشوف كيف صرنا هلأ. بكفي يعني، لا تخلي عمر يطلع مثلك، لا تعبي له رأسه بهيك تفاهات. حاجة يا نصرت، انت منيح؟ منيح منيح. لازم أعرف هالزلمة لوين عم بيروح. ليش لبستها تياب مرة تانية؟ لأنه هدينك توسخوا. طيب شو ما بتلبس بيلبق لك. روح وأنا رح أستناك هون. مراد شو صار؟ بدك تروح لشي مكان؟ تعا الصبح بكير. كيف يعني؟ أي ساعة إجي؟ لا تتأخر، اوعك تتأخر. كانت حالته كتير صعبة، هلا أنا ما كان لازم اهتم، بس أنت شفتي بعينك شو صار معي مبارح لأني ما رحت. طيب خليني هلا أشوف أبوكي وبعدين بنحكي. تفضل. هذا أنت؟ فوت عود لشوف، بدي خلص التقرير وبعد شوي بفضالك. لا تتأخر، اوعك تتأخر. خير ابني؟ شو صاير مبين مو على بعضها؟ ليش شو في سيدي؟ استغفر الله، كمان عم تسألني شو في؟ طيب خلاص انسى انسى، أنا حالف يمين اليوم إنه أمسك أعصابي. يلا احكي لشوف عم اسمعك. أنا؟ يا سيدي تعرف؟ إيه نعم. مين؟ لك هلأ وقتها يا ابني، خليه يتصل بعدين. خلصنا هلأ وعمل يلي عم قلك عليه. ايه وين كنا؟ شو كنت عم تحكي؟ نحن لسه ما حكينا سيدي. انا كنت بدي اقول يعني انت بتعرف يعني انا بصراحه ابني بقى للفوله يلي بتمها. خلصني واحكي شو بدك. ايه انت ملاحظ انك هون بس ابصر عقلك بشو عم فكر؟ في مشكله جديده من مشاكلك او في حدا عم يستناك؟ الصراحه يا سيدي في حدا عم يستناني لبرا. عم اقول لك اطلع لبرا لما تكون مركز وعقلك معي. تعال عندي حبيبي، أنا مو ناقص مشاكلك واللي فيني مكفيني. يلا مراد اطلع من هون. شبك ما سمعت؟ اف استغفر الله العظيم. لك شو هاد؟ أكيد هالزلمة بده يجنني، مو طبيعي. ليش طلعت بكير؟ ليكون أبي قلعك. قلعني؟ ما تواخذيني بس أنا كتير مضطر روح. ماشي.
أنا وصغيرة كنت أحلم إني أكون شرطية، بس الظروف ما ساعدتني وضلت هالشغلة حسرة بقلبي. لو عمري بيسمح كنت قدمت فوراً. ليش أنت قديش عمري؟ آه سيدي، أنا سألتك عن معاشك شي؟ يا الله منين طلعت لنا هي؟ أنا مو فاضي، احكي شو مشكلتك وخلصيني. ما بكفيني مراد طلعتي لي أنت؟ أها والله كأنك قاعد بقلبي. أنا أجيت مشان هالشغلة. إيه اللي ما بيتسمى سيد مراد، يعني مراد اللي هو جوزي السابق. أنا حاسة إنه هالزلمة عن قريب رح يصير سهراك، إذا هيك النصيب ما فينا نقول لا. لا تواخذني، بس عن جد أنا بعتبرك مثل أبي. إيه يعني بنتك مروة بتكون مثل أختي، ومثل ما بتعرف مراد زلمة ما نظيف. عم يقول إنه تاب. صدقني مراد حاول يتوب أكتر من 100 مرة لما كنا متجوزين، بس إن شاء الله يثبت هلأ. باعتباري مثل بنتك رح قلك انتبه منه، أأمن لك، لأنه أي شي بيعمله مراد أفندي بضر كل اللي حواليه، خصوصي إنك ضابط كبير واسمك معروف. أي ماشي، أنا بستأذن، بس إذا بدك أي مساعدة مشان مراد حكيني فوراً، يعني مشان أختي ما تنضر، حرام. بابا لوين رحت اليوم الصبح؟ كان عندي شوية شغل. خير يا نصرات، شو اللي عم تعمله؟ قلت لحالي بفتح اطراف الكندرة. اجت الصيفية والجو كتير شوب. بس مو حرام هيك؟ شو رح تعمل بالشتاء؟ لا تخافي، ما رح شوف الشتاء هالسنة. عم نصرات؟ هذا انت؟ نصرات شبك؟ شبك؟ خير؟ شو صار لك؟ انت اجيت بوقتك. بابا استنى يا عم. بابا شو صار لك؟ انت اجيت بوقتك. بابا يا لعبتي. يلا نزلوا. عمال شو صار؟ ما بعرف، فجأة هيك صار. يلا ارفعوا. هلا هو في عنده المرارة من كم سنة، بس ما بعرف. غرفة العمليات. حاضر دكتور. يلا يلا بسرعة. يلا يلا. شو صار؟ نجحت العملية شي؟ ما عملنا له العملية. ليش؟ كيفه أبي؟ مش ده حيطيب معك؟ ما قدرنا ندخله على العمليات، لأنه بالأساس السيد نصرت ما عنده المرارة، هو معه سرطان وحالته خطيرة لأنه منتشر بكل جسمه، وبهيك وضع ما بيطلع بإيدنا نعمل أي شي. ماما شو يعني؟ شو يعني عند السرطان؟ إمتى بقدر شوفه؟ اليوم صعب، بس أول ما بيفيق رح نخليه يروح البيت، وقتها أنا بخبرك. طيب. <تصفيق>
نصرات هيك ظهرك بيتعب، لازم تريح حالك. خلاص ما عاد في شيء، ما لازم ضيع وقت، اصلا يا دوب لحق اخر طلب عندي هو انك ما تقولي لحدا من جماعتنا عن موتي. ما بدي اهني اترك شغلهم مشاني، مالي حابب تقل على حدا. طيب كيف؟ واعطي هذا لمراد، شوفي هي مهمة كتير. جدة انت ما حتموت، ما من شاني لا تموت. طيب انت ليش زعلان؟ جدك ما راح يروح لمكان مو منيح؟ نصرات شو عم تعمل؟ بابا ريح حالك، لوين قايم؟ انت ما صدقتي يا بنتي، بس انا اشتغلت بشغلة بتربح كتير. راح تشوفي، راح تشوفي. اهلا وسهلا. ها؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً نصرت عبده. بابا نصرت ورسوله. جدة نصرت. جدة بابا جدة خليك لا تموت. بابا نصرت. والله نصرت طلع من المستشفى الصبح بكير، لهيك لما وصلت كان رايح. لا تواخذني مراد. طيب ما بتأخر إن شاء الله. لا ولا يهمك، ماشي الله معك. لوين؟ يا الله منك. ألو الضابط عاصم إذا بتريد. طيب إمتى بيكون فاضي؟ لك أنا وصل له هالرسالة. مراد عم يحكي مع بنته وعم يعملوا شي من ورا ظهره، قل له فعل خير وبس. ما بكون سونا إذا ما فرجيك يا مراد. إن شاء الله ما كنت أخرت، بس مصيبة إذا مات وما سامحني. إن شاء الله ما يكون مات يا رب. ممكن شوف العم نصرات؟ الله يرحمه، توفى من شوي. هاد إلك، هو هيك قال. ابني مراد لا تواخذني اني ما استنيتك، بس كنت عارفان انك جاي، كنت عارفان انك راح تيجي من زمان. المهم اول شغلي انا سامحتك بحقي، بس بدي اطلب منك كم طلب. اذا عم تسأل حالك ليش انا بالذات بتمنى تصدقني، انا ما بعرف ليش، بس انا دعيت لربي وانت اجيت. اول طلب بدي اطلبه منك هو انك تسعى بجنازتي. ما بدي اتقل على حدا، كل اللي بدي اياه كم واحد يصلوا علي ويدفنوني من دون ما تعملوا عزاء. الطلب الثاني، في واحد رح يعطيك مصاري، بدي اياك تعطي ربع المبلغ لمرتي والباقي بتوصلوا للعنوان اللي كتبته بسفل الصفحه. بس لو شو ما نقل لك لا تخالف وصيتي، لانه هالمصاري مصاري وتعبي. اخر طلب بدي اطلبه هو أنه تدير بالك على بنتي وحفيدي وتتركن مع ناس بيخافوا الله. كتر خيرك، اتذكر أنه الصلاة لله والدعوة للميت. الله يرحمه يا جماعة، خلونا نصلي عليه. اعتدلوا يا أخوان، صفوا نيتكن، أسكنه الله فسيح جنانه
إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنتوا سامحتوا المرحوم بحقوقكم؟ سامحنا. سامحتوه؟ سامحنا. سامحتوه؟ سامحنا. على روح المرحوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا ابني. يلا تعا شوي شوي. بدي أسألك سؤال. العم نصرت طلب مني كم طلب، بس أنا ما فهمت شي غير موضوع الجنازة. مين هدول الناس وين بقدر لاقيهم؟ أنا ما عم صدق إنه عمل هيك. يعني إلا ما عملها قبل ما يموت. شوفي بنتي، شو رأيك؟ طلع أبي بايع البيت، واللي اشتراه بعد أمر إخلاء. يعني لازم نطلع من هون بعد أسبوع. كنتي عارفانة ما؟ لا تصرخي أبدا، جد ما عمل شيء مو منيح. فوت لجوا لشوف. يلا فوت. لو ما أنتي سمحتي له ما كان عمل هيك شيء، بس أنتي اللي ساعدتي أمي. اسمعيني، هلا أبي راح وبيتنا كمان، يعني ما عاد في شيء نخسره أبدا. هون مكتوب عنوان الشخص اللي اشترى البيت، أنتوا بتعرفوا شيء؟ لا. راح أخذها معي، بدي روح شوفه وحاكي. مين هاد؟ ليكون شي واحد من رفقات أبي؟ لا، إن شاء الله ما يكون هيك، لأني رح أقتله إذا كان من اللي ضحكوا على أبي. هلأ هذا عنوان الخمارة. الله العليم كيف بيكونوا نصبوا على الزلمة. تفضل. أنت الشخص اللي مكتوب اسمه هون؟ بالضبط. لك أنت مانك إنسان؟ ما بتخجل تطلع واحد ختيار من بيته لأنه ما قدر يدفع لك دينك؟ احكي. انت شو اسمك؟ مراد. مشان شو؟ هويتك معك شي؟ انا اشتريت البيت مبارح، خصمت الدينات تبع نصرت، هيك مالت المبلغ اللي اتفقنا عليه. شو ما حكى لك؟ لا، المشكلة نصرت اليوم الصبح عطاك عمره. قصدك مات؟ شكلك زعلت، خسرت زبون مرتب. زبون؟ انت شو عم تخبص؟ الاخ نصرت ما بيشرب بنوب. بحياتي ما شفت انسان صاحب دين مثله. كيف يعني؟ انا ما عادت فهمت شيء. الزلمة اللي اشترى البيت. مزبوط، العم نصرت بايع البيت. بعرف يا ابني. هلا الزلمة اعطاني المصاري، الاخ نصرت موصيني اني اعطيكم جزء بس، اما الباقي فبدي اعطيهم لناس تانيين. بعرف هالشي كمان،
اعمل مثل ما قال لك. طيب إذا راح البيت رح يكون وضعكم صعب كتير. خديهم كلهم واعملي فيهم شو ما بدك. ابني شو كاتب نصرت بوصيته؟ أعطينا الربع والباقي للعنوان ما؟ أعمل مثل ما كتب لك. بس ما بدي ياسمين تعرف. ما رح تعرف. بس مو حرام هيك؟ بعدين هو ما كتب لمين هالعنوان؟ اسمعني يا مراد، مو بس نحن كنا العيلة تبع نصرت، أنا بكون مرته التانية. شو صار؟ والله مراد جابلنا المصاري البقيانة من حق البيت. خدي بنتي. البقايا راحوا لديونه ما؟ ماشي، يسلموا إيديك. أنا هلأ بدي أعطيكم عنوان بيتي ورقم تليفوني، وإذا بدكم أي شيء دقولي. لا تنسى نصرت خلاهن أمانة برقبتك، لا تترك عمر وياسمين لحالهم. ما عادت عرفت الصح من الغلط. الزلمة صاحب دين وبيروح على الخمارة، وفوق كل هاد متجوز تنتين، بس في وحدة منهم ضلت بلا بيت. بعدين ليش لا يوثق فيني؟ أنا ما عم أفهم شي. طيب مراد، بكرة بيكون يوم عطلتي، إذا بدك منروح أنا وياك لعند مرته، لأنه بجوز تكون خجلت وما حكيت. عن جد بدك تروحي معي؟ بدي روح، لأنه الظاهر ما رح تقدر تحل المشكلة لحالك. سيدي؟ خير بابا، شوفي. إذا بدك فيك ترفض، وإذا بدك قول تعال عنا أنت وأمك. طول بالك على مهلك علينا، الشغلة مالها بهالسهولة. نصرت، ست ياسمين، الموضوع مو مثل ما انك مفكرة. ست ياسمين استني، شوفي، اصلا انا ما بعرف عن شو عم تحكي، بس انا ما بدي مصاري ابوكي. خير اخي؟ شوفي، والله في شكوى ضدكم، لازم تجوا معنا على المخفر فورا. الأعمى قال بده عين، أم الله عطاه تنتين. يا مراد، هالمصاري كلها لوين بدها تروح؟ والله رح تجنني. مشان تاخد مصاري أبي واللي هنن هالكام قرش اللي بقيولنا منه؟ أنسي ياسمين، بكفي، خلصني بقى، بكفي. أبوكي كان متجوز وحدة تانية، العم نصرة أعطاكن عمره مبارح. كان معه سرطان، حتى مرته توفت اليوم كمان. احكي بسرعة، لوين راحوا؟ لو كنت بعرف ما كنت شفتني واقفة هون. والله إذا بمسكوا المراد لقتلوا، راح أخنقوا بيدي هدول. صرت 100 مرة قايل له إنه لا تدخل بنتي بالمشاكل. امشي، طلعوا بالسيارة. وين رايح سيدي؟ خدوني معكم. لا يا، هذا اللي ناقصني. ماشي يا سيدي.